في ايه؟ فريد انا اكل عقله حلاوه؟ اذا كان هو نفسه كلب عقل اختي زهرة حلاوه واتجوزها. طب انا عندي فكره، ما تطلع يا اخويا على الحاج فرج تفهمه كل اللي بيحصل، عرفه ان فريد ده موجود هنا في مصر وهو بقى يتصرف معاه بمعرفته، مش بعيد يبعت رجالته يخطفوه زي ما خطفوك. جبت الفكره دي منين يا بيت؟ صدقني ما جاتش في دماغي ابدا. عشان تعرف بس انت متجوز مين. يا بني ادم افهمني كويس، الحاج بيقول لك تتبع عجلين، واحد تفرقه في السيده زينب والتاني في السيده نفيسه، ومع كل لفه لحمه علبه سمنه صغيره. اعمل اللي بقول لك عليه وابعت لي الحساب هنا. اه بقول لك ايه، عايزك بقى تحوش لنا الكبده والكلاوي وتبعتهم لي على البيت، بس اوعى تجيب سيره للحاج. وانا الكوارع والعكاوي. يلا انت مع السلامه دلوقتي. لا لا السلامه، اقول له العكاوي الحته اللي في الدير اللي ورا دي بتتعمل حلو قوي، بصله كده عليها وتعمل لحم قدام، مش عاوز الحاج. قول له قول له. خير يا خليل، عايز ايه؟ انا عاوز الحاج في موضوع مهم جدا. والواد ده بقى اسم الله عليه بسلامته، يعني بقى له قد ايه هنا في مصر؟ من 3 4 10 ايام كده. يعني ايه؟ ما انتش عارف بقى له قد ايه هنا بالظبط؟ ما كنتش عارف اي حاجه يا حاج. وليه ما جيتش تقول لي على طول؟ ما كنتش اعرف، زي ما بقول لحضرتك كده، انا اللي عرفني البت بنت الحانوتي مراتي هي اللي قالت لي. ايه رايك بقى ان مراتك دي دماغها انضف من دماغك؟ هنعمل ايه يا حاج بقى؟ دماغ مجاري. طب انت بقى ما عرفتش توقع امك وتعرف منها مكان اختك؟ صدقني يا حاج لو كانت تعرف كانت قالت لي. امك؟ امك دي ست حويطه قوي، توديك البحر وتجيبك عطشان. ده مخها انضف من مخ مراتك 30 مره. ماما كل ده بقول لك يا حاج، صدقني لو ماما تعرف كانت قالت لي. اشمعنى؟ بيني وبينك يا حاج وما تجيبش سيره، ماما مش راضيه على الجوازه الشؤم دي. هي قالت لك كده؟ بالفم المليان. وايه بقى اللي مش عاجبها في الجوازه دي؟ بتقول يعني وانا قاعد مع ماما كده قالت لي، بص بقى خليل يا ابني، الواد البشمهندس ده داخل علاقتك على طمع، ناوي اشفرها ويفلسها. امك قالت لك كده؟ بالفم المليان. قالت لك ايه كمان يا خليل؟ قول قول يا خليل عشان خاطري ما تخبيش. وبصراحه كده انا مره كده سمعت ماما يعني هي بتتكلم بتقول يا رب يا رب زهرة ترجع للحاج فرج تاني. هي قالت لك كده؟ بالفم المليان. مش بقول لك امك دي تفهم قد مليون راجل، دي ست سكره. اي والله سكره. طب تصدق بيه يا خليل؟ مصدق يا حاج. مصدق ايه يا واد؟ وانا لسه اتكلمت. اي حاجه يا حاج حضرتك تقولها حتى لو ما اتكلمتش خالص مصدقها. عايز اقول لك يعني ان انا اتجوزت كتير وقليل، ورد عليا حماوات كتير، ما شفتش حما سكره زي امك دي. صدق بيه انا نفسي ازورها، بس خايف الاقي الواد بوس الاخص ده عندها. ما تخافش يا حاج. طب ايه رايك بقى انا اوسع لك السكه؟ موبايلي انا هتصل بيك، وبعدين افتح علي عادي، انا عندي رصيد كتير علشان تيجي تزورها. انت واد باين عليك جدع وانا مش واخد بالي. بحبك يا حاج بحبك، وانا انسى ايامك وخيرك اللي كان مغرقنا. يا رب ترجع الميه لمجاريها وانا ابسطك. ما بلاش مجاريها دي يا حاج، ما تفكرنيش بقى. وبعدين شوف لنا حاجه بقى كده تحت الحساب. اه بقى اقول كده، انت جاي تقلبني من اولها؟ وانا اكلت ايه يا اخويا عشان اشرب عليه ميه؟ قوم قوم فز من هنا، جت كل بلاوي عيله ما يجيش منها غير وجع القلب. ماشي حاج، انا برضو مش هزعل منك علشان انت جوز اختي وحبيبي. انت قلت ايه؟ جوز اختي وحبيبي. جوز اختك؟ طب ايه رايك بقى عشان الكلمه السكره اللي انت قلتها دي، انا هروحك النهارده مرفوع الراس، وانت نازل عد عليهم تحت خد لك 3 كيلو لحمه من الدبيح. لا انا مش عايز من الدبيح، انا عايز من الخزنه. بقول لك ايه يا زهرة، انت عايزه حاجه مني اعملها لك هنا؟ وبتسالي السؤال ده ليه؟ عايزه انزل مصر بقى، هو انا هقعد هنا اعمل ايه؟ انت هتنزلي مصر تعملي ايه؟ مش ورايا شغل يا زهرة. اذا كنت انا صاحبه الشغل بقول لك خليكي قاعده. حرام عليا ياخد المرتب ده كله وانا ما بشتغلش حاجه. اعتبري نفسك في اجازه، وهو فوزي هناك يقوم بكل الشغل. هو بس فوزي هيعمل ايه ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تحاوليش، انا مش هقعد لوحدي. اتصلي بقى بجوزك يجي، انت مش خلاص عرفتي كل حاجه؟ يا سلام، عايزه فريد يسيب شغله ويجي يقعد معايا؟ يا سلام،
اشمعنى دلوقتي؟ طب انا عندي فكره. ايه هي؟ نبعت نجيب مامتك واولادك يقعدوا معاكي. يا شيخه ده اكيد طبعا فرج براقبهم. طب سيبيني انزل يومين وارجع لك. قولي بقى ان حبيب القلب وحشك. هو احنا لحقنا؟ ده موضوع شرحه يطول. وليه طول شرحه؟ انت بتحبيه وهو بيحبك. بقولك ايه، قصري بقى وهاتي من الاخر احسن، والله العظيم ده هيهرب منك. كل شيء باوان يا زهره، محدش عارف ايه المستخبي. عايزك تسمع اللي حلولك ده وتنفذه بالحرف الواحد. امرك يا حاج. الواد اللي متجوز زهره اوانطه ده بقاله هنا كم يوم، عايزكوا تراقبوه. الله، ده وقع في المصياده، تحب نخلص عليه يا حاج؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ وانا مجرم ولا قتال قتله؟ انا كل اللي عايزه منكم تراقبوه، ولو سافر اخر الدنيا تسافروا وراه. انا كل اللي يهمني يا بني ادم اعرف طريق زهره. امرك يا حاج. اتفضل نفذ. علم وسينفذ. استنى، عايزكوا كمان تراقبوا اي بني ادم له علاقه بزهره. تذكره الطياره قدامك على الترابيزه، بكره هتطلع على المطار. لما نتقابل هناك ما تكلمنيش، نتقابل في الطياره. مالك يا مجد، في ايه؟ ما اعرفش ايه اللي حصل لي. انا حاسس ان انا ركبت طياره قبل كده وحصلت لي حادثه. او ما تفكرش في الكلام ده حبيبي، فكر في اللي جاي. رايح فين؟ لا، هتاكد من حاجه وارجع. بس ممنوع، بلاش نعمل مشاكل. أنا نوال، مالك؟ فاضي أتكلم معاك شوية؟ في الشغل؟ لا، موضوع بعيد عن الشغل. طب اقعدي. طيب أجيب لك حاجة تشربيها؟ لا شكرا، مش عايزة. مالك متوترة كده يعني؟ في أنت عندك مشكلة ولا إيه يا نوال؟ لا، هي مش مشكلتي أنا. أمال مشكلة مين؟ واحدة صاحبتي، بنت عمتي. مالها؟ أصلها بتحب واحد وعايزة تتجوزه. وإيه المشكلة يعني ما تتجوزوا؟ ولا أهلها مش موافقين ولا إيه؟ لا، أصل اللي بتحبه ده تونسي وكان عامل حادثة وفقد الذاكرة. طب وهي عرفته قبل ما يفقد الذاكرة ولا خدته وهو في اللاوعي؟ لا، هي تعرفه من قبل الحادثة، بس هو كان اختفى، وبعدين لما قابلته تاني حكيت له على كل اللي حصل، وبعدين اتفقوا على الجواز. طب ما الموضوع عادي أهو، يعني ماشي عادي جدا. ما يتجوزوا يعني، ايه المشكلة؟ يتجوزوا ازاي؟ بقولك ما معهوش بطاقة، أوراقه كلها اتحرقت في الحادثة. خلاص، لما يروح بلده يبقى يعمل أوراق تانية. هيروح بلده ازاي؟ ما معهوش باسبور، وبعدين ده فاقد الذاكرة يا فوزي، يعني ما يعرفش أهله، هيروح يدور على ناس ما يعرفهمش. خلاص يا ستي، يروح السفارة بتاعته وهم أكيد هيتصرفوا معاه ويعملوا له أوراق تانية. ما فيش طريقة تانية غير الطريقة دي؟ لا، في طبعا. هم مستعجلين قوي على الجواز؟ ايوه مستعجلين. اقول لك يا ستي، يعملوا ايه؟ يتجوزوا دلوقتي عرفي كده بشكل مؤقت، ويعملوا اشهار للجواز لحد ما يروح بلده بقى ويعمل اوراق، وبعد كده ينقلوا الجواز ده رسمي. لا عرفي، لا، انا عايزه جواز شرعي. عايزه جواز شرعي؟ هو انت اللي هتتجوزيه ولا بنت عمتك يا نوال؟ لا، بنت عمتي طبعا. عمرك سمعت اني اعرف واحد تونسي؟ في الحقيقه انا ما سمعتش، لكن المستشفى الانترناشنال اللي انت كنت بتشتغلي فيها دي مر عليها كل الجنسيات والحيثيات المختلفه. لا اطمن يا فوزي، بنت عمتي، احلف لك بانها بنت عمتي.